السلام عليكم، معاكم شاهد العبادي، وبهذا الفيديو حنحكي عن هذا الكتاب المندول الميثولوجي. شوف المندال الميثولوجي. هذا الكتاب كتبه الدكتور خزعل الماجدي، واللي ما بعرف من خزعل الماجدي هو اصلا كيف خلينا نحكي متخصص فيما يخص الحضارة والتاريخ وهي الاشياء، ولكن فجأة قلب اديان ما بعرفش كيف وليش، ولكن هذا هو. طبعا بكل كتبه بكتب لك قائمة أو جريدة بكل كتبه، وكمان بالأشياء اللي سواها. خلينا أقرأ لكم بعض الأشياء المكتوبة بهذا الكتاب. باحث في علم والتاريخ والأديان والحضارات القديمة، وهو شاعر ومؤلف مسرحي. ولد في مدينة كركوك في العراق، وحصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ القديم سنة 1996. عمل في العديد من المؤسسات الثقافية العراقية، ثم وفي الفترة بين عام 1998 وعام 2003 عمل أستاذا جامعيا في جامعة دانا في ليبيا، 2004-2006 مدير المركز العراقي لحوار الحضارات والأديان في العراق سنة 2007 إلى 2014، حاضر في جامعة لندن وعمل محاضرا في عدد من الجامعات المفتوحة في هولندا وأوروبا، ويدرس فيها التاريخ الحضارات والأديان. صدر له 50 كتاب موزع بين التاريخ والعلم والحضارات وتاريخ علم الأديان والميثولوجيا، إضافة إلى الشعر والمسرح. يقيم حاليا في مدينة هولندا. طبعا في كتب بكون كاتب فيها أشياء أكثر، بس أنا كمختصر بس قرأتها. إيه، في كمان كلام. طيب أنا مش فاضل أقرأ نفس الكلام، فيلا نبلش. فأنا بدي أحكي بس إنه هذا البني آدم موسوعي كثير، اللي هو خزعل الماجدي. وأمانة أنا بحب أقرأ هالبني آدم كثير. قرأت له قبل كتاب الميثولوجيا المندائية، قرأت له كتاب علم الأديان، قرأت له كتاب حضارات قبل التاريخ، أظن اسمه الكتاب الثاني، وقرأت له برضو آلهة الشام. والله يمكن هذه الكتب بعدين أعملها كمان فيديوهات ثانية، يلا ما علينا. المهم بهذا الكتاب اللي هو المندال الميثولوجي سابنس اسمه، بشرح الدكتور خزعل فيه طريقة عشان تصنف فيها الأديان. يعني في طريقة معينة الناس المختصين في علم الأديان والأساطير بيستعملوها عشان يصنفوا الأساطير ويسهلوا على حالهم دراستها. الدكتور خزعل طبعا عشان هو طبعا مهتم بموضوع الأديان كثير، وطبعا عشان هو يعني أول شخص كتب أصلا في اللغة العربية عن علم الأديان، فهو دائما يعني بيحاول يركز على الأشياء اللي بتخص هذا العلم اللي هو علم الأديان. فبهذا الكتاب حاول على قد ما بقدر انه يختصر لنا هذا العلم. طيب هذا العلم باختصار شو هو؟ باختصار شديد بيجيبوا الاسطورة او الدين المعين بيقسموه لأكثر من قسم. اول اشي زي ما هو كاتب هون، الخليقة، العمان، الخاب، الموت. يعني بيجمع لك كل النصوص اللي بتحكي مثلا عن كيف خلق الله الكون، مثلا باي دين، مثلا نحكي مثلا الدين الاسلامي. بعدك بجيب لك كل النصوص اللي بتحكي عن العمان، اللي هو لما آدم مثلا نزل وكيف عمر الأرض وكذا. بجمع لك كل هاي النصوص مع بعض وبلش يدرسهم نص نص. وطبعا هو عمل هيك طبعا بالكتاب مع الديانة الصابئة المندائية وأساطير العراق البابلية والسومرية وهاي الأشياء. طبعا أنا حسب فهمي أنا هيك الطريقة، يعني لأنه بصراحة الكتاب صعب كان. المهم يعني لما يعملوا هيك يعني بتسهل عليهم الفهم النصوص والأديان بشكل يعني كثير كويس. وطبعا أظن هاي الطريقة برضو استعملها الدكتور فاسي السواح بكتابه المغامرة العقل الأولى، إنه كان مقسم كل إشي لصفة معين. ما علينا من الطويلة. المهم بالنسبة لهذا الكتاب أمانة، طبعا الطريقة مش بس هيك، الطريقة إلها يعني أشياء كثيرة ولها شرح طويل أمانة. وعشان أكون صحيح، أنا لما قرأت الكتاب ما فهمتش منه ولا كلمة بالأول، عشان أكون صحيح يعني عن الطريقة هاي. قرأته مرة ثانية برضو ما فهمتش منه شيء، قرأته مرة ثالثة ما فهمتش منه شيء، قرأته مرة رابعة ما فهمتش منه شيء. أعطيته لصاحب من أصحابي عشان يقرأ ويشوف المشكلة مني ولا من الكتاب، برضو قال لي أنا مش فاهم منه شيء. فخلينا نحكي إنه أول سيئة بهذا الكتاب إنه مش مفهوم كثير. يعني شوف، أنا كشادي بعرف أسلوب الدكتور خزعل الماجدي، مش بس بعرف أسلوبه، أنا بعض موضوع الأديان ما بقاش بإشي غاهو. حتى ممكن إذا لاحظته بالكتب لنا كلها عاصطة إلها دخل بالأديان، يا من قريب يا من بعيد إلها علاقة في الموضوع. فهذا هو الموضوع الوحيد اللي أنا بحب أقرأ فيه. فالمهم يعني بدون ما نطول بالموضوع، الكتاب حتى على الناس اللي بيقرأوا كتاب الأديان مش هيستوعبوه، أو هيك أنا شايف. بعض صاحب اللي أعطته الكتاب يقرأ، بعض ما فهمش منه لكلمه، بعض بفهم بهاي الأشياء. فالكتاب صعب جدا،
أو ممكن أنا اللي شفته صعب أنا وصاحبي. بس طبعا من ناحية المعلومات انسوا، خلينا ننسى الهدف تاع الكتاب اللي هو طاقة العرض الأساطير ونركز على الأشياء الجانبية. المعلومات اللي كان حاطها بالكتاب الجانبية كانت يا حبيبي يعني معلومات جديدة علي، معلومات استفدت منها كثير. من هاي المعلومات مثلا إنه بكل ديانة في مخلص أو موعود. شوي أشوف لكم الصفحة شكله كان أنا هو كتب هنا. المهم يعني قبل ما نلاقي الصفحة كان كاتب معلومات هيك على الهامش بكل كتاب. هيو الملخص هيو زي هذا مثلا، شوفوا كيف عامل. يا بتكون واضحة لأنه هي كمان لابتوب. هاي مثلا دموز بعين أبصر شو يعني. بكل دين في مخلص وجاب أسميهم ومختصر صغيرة عن كل واحد. هذا الموضوع أنا فادني. يعني ممكن نحكي إنه المعلومات اللي ملهاش دخل بالأساس الكتاب كانت جدا كويسة ومفيدة بالنسبة إلي. الإشي الأساسي اللي حاول وصل الكتاب ما فهمتش منه إشي. طيب طبعا هسه ممكن أحد يحكي طب كيف شرحتها بالأول؟ فتحت من زي ما كنت زي ما شفتني أنا كنت أطلع هون، ولأنه هو كتب زي مختصر هذا هو اللي فهمت أنا منه. أما لما هو حاول يطرح الموضوع يشرح لي أنا عن جد راسي صار يوجعني أمانة يعني، وما قدرت أستوعب المعلومات اللي فيه. فممكن نحكي إنه سيئات الكتاب، من سيئاته أولا أسلوبه صعب جدا، لازم كان يحاول يبسطه أكثر. وأنا أظن إنه خزعل الماجد بيقدر يبسط المعلومة أكثر، هو كاتب 100,000 كتاب ويعني البني آدم موسوعي كمان. خزعل الماجد بيقدر يبسط المعلومة كان أكثر منك، فأنا كان نفسي الكتاب يكون أبسط من هيك. ثاني نقطة الكتاب المراجع اللي فيه مش مراجع خلينا نحكي علمية في الأديان. يعني هتفاجئكم من مراجع الدكتور خزعل الماجدي بالكتاب للأسف. يعني شوية فاجئكم شو المراجع اللي استعملها بالكتاب. وين هيو بتكون واضحة. تعرفوا شو هذا؟ ويكيبيديا. ويكيبيديا يعني هي بالذات مش مصدر نهائيا. ويكيبيديا انت بتقدر تكتب عليها فيها اي شيء، انا بقدر اكتب اي شيء. فغلط انه يستعمل ويكيبيديا كمصدر. مش بس ويكيبيديا، استعمل برضو كتاب لغز عشتار تاع الدكتور فاس السواح وهذا برضو غلط. واستعمل برضو ليش طاب كتاب لغز عشتار غلط؟ لانه بصراحة يعني الكتاب تاع فاس السواح لغز عشتار للأسف هذا الكتاب النظري اصلا اللي فيه غلط. يعني ثبت عند كثير علماء انها غلط، فمفروض ما كان يستعملها. وفي برضو كثير مصادر لناس يعني برضو مش موثقين، بس بشكل عام يعني ما هي ثاني غلط فيه. ثالث مشكلة بالكتاب ايش؟ المط بالحكي. يعني هو حاول يعني انا فاهم انه كان يحاول يختصر الموضوع، بس اقسم بالله يعني حسيته بيحكي كثير كلام. وهذا الموضوع برضو برجع لنفس المشكلة الاولانية انه صعوبة الفهم. يعني انت مطول بالمعلومة كثير وبترك لك مثلا اشي كثير ممتاز او مثلا معلومة ها بلشت توصل، بطولها بشكل بخليك تنسى. مش فاهم كيف سمعت اشرح لكم اياها الموضوع، بس الكتاب كان تعبان جدا من ناحية المعلومات. وبرضه كمان في يعني كان في كثير مشاكل الكتاب. طيب هسه خلينا لاني حاسس حالي انا برضه كمان من كثر من الكتاب لخمني قاعد يعني مش عارف اوصل الكلام زي ما بدي. الكتاب ككتاب إذا بدك تقرأه وبدك تعرف المعلومات تعيد هاي التصنيف هذا اللي هو بيحكي عنه بالكتاب لا تجيبهوش، لأنه مش هتفهم منه ولا كلمة. ولكن إذا بدك أو إذا أنت شخص مثلا بحب الأديان وبحب مثلا دكتور خزعل الماجد وحاب مثلا تأخذ معلومات بشكل عام، جيب الكتاب. لأنه أمانة هو جاب كثير معلومات عن الصابع المندائية مفيدة، جاب كثير معلومات عن الأديان القديمة زي أديان بابلية والسومرية والأشياء هاي، وكيف مثلا طاقة الموت تعيتهم وكيف هم بيشوفوا الموت وكذا. هاي الأشياء كويسة جدا، بس الأساس التقسيم هذا حيوجع لك راسك وما أظنش أنك حتفهم عليه. وبس يعني هذا هو يعني الكتاب تاعه. المعلومات مش رئيسية كانت كويسة، وكمان على الهامش كمان المعلومات اللي جابها من الصابئة المندائية كانت كويسة أمانة. يعني أنا استفدت من موضوع الصابئة المندائية. فعيوب فيه له عيوب وله حسنات الكتاب. أنا بنصح فيه؟ الجواب لا أمانة بصراحة، يعني لأنه عنده كتب ثانية أحسن يعني، وشرح برضو فيها هاي الأفكار الهامشية اللي هو حكاها بالكتاب اللي أنا أصلا حكيت لكم جيبوه عشانها، فمش شايف إنه في فائدة. طيب لو بدي أعطي الكتاب تقييم، وهذا التقييم طبعا إلي أنا اللي بعطيه شادي،
ممكن حدا ثاني يشوفه كويس وأحسن كتاب ما بهمنيش، أنا بحب خزعل الماجدي بس هذا الكتاب جدا تعبان. حاطيه 3 من 10، طبعا 3 هي بس عشان اسمه خزعل الماجدي، بس عشان الاسم، أما الكتاب تعبان بصراحة عشان الغلاف، أنا مثلا الغلاف حبيته. طيب في نهاية الفيديو، أنت قرأت شي لخزعل الماجدي؟ وإذا اكتب لي بالتعليقات، وإذا قرأت هذا الكتاب احكي لي أنت فهمت أصلا هذا الكتاب وفهمت طريقة التصنيف، وهل العيب مني أنا أو من أسلوب الكاتب بالكتاب؟ وزي ما حكيت أنا قرأت له أكثر من كتاب ثاني بس ما كانوش بهالصعوبة هاي، الله أعلم. يلا نشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، والسلام.